بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، قال تعالى في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن هناك مؤمنون، لكن بماذا فضل الله عز وجل سيدنا داود وسيدنا سليمان على المؤمنين؟ بالعلم. وليس المقصود بالعلم هنا فقط المنطق والأصول واللغة، لا لا، المقصود العلم الذي يقيم الدولة، الذي يرفع شأن وشأو الإنسان. بالعلم يكون التفضيل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمقياس التفاضل، ترمومتر التفاضل، العلم بأي فن من الفنون على حسب اختصاصك. فمن أراد أن يكون متفردا فليحرص على طلب العلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم.